انا بمل بسرعة. وانتي صغيرة كان عندك عقدة؟ شبه عقدة. ايه هي؟ مرة خنقت القطة. دي جريمة قتل مش عقدة. انا بقولك عقدة مش تهمة. ما انا بقيت اخاف من الحاجات اللي يعني مقفولة بسبب كده. عملتي ايه؟ كانوا الجيران قدامنا عندهم قطط كتير قوي. كان عندي بنت صاحبتي اسمها ريم. هي كانت شقيه قوي، كانت دايما المسيطره يعني، هي كانت بتقودني يعني الليدر بتاعي. تمام. من كتر ما حبنا في القطط الصغيرين لسه مولودين صغيرين قوي. ايوه. فاحنا خايفين ينتشروا في كل حته، ما حدش يعرف يمسكهم. فجبنا علبه اللي هي الشوكولاته الكبيره قوي دي، حطينا فيها القطط كلها. ايوه. وانا قفلت عليهم عشان ما حدش ما يهربوش يعني. اباده جماعيه يعني. فقيتهم ماتوا. ماتوا. بس فانت متعقده من ان لما بتشوفي قطه بترجع بيكي الذاكره فلاش باك لورا، فتفتكري جريمه القتل اللي عملتيها. لا هي مش جريمه قتل، ما قتلتش. ما قتل صدفه، قتل خطا. لا ما كنتش اعرف، كنت صغيره ما بفهم.